بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن بالإسكندرية في المؤتمر الذي دعت إليه نقابة الإسكندرية ودعت إليه النقيب العام أستاذ عبد الحليم علام نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب ومجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية لعقد هذا الاجتماع الذي يعد اجتماعا طارئا وهاما وعاجلا لتحقيق كافة المقاصد المشروعة التي سعى إليها النقيب العام ومجلس النقابة العامة واللجنة المشكلة من نقابة المحامين للتعامل مع اللجنة المشكلة من وزارة المالية من أجل وضع الضوابط والشروط والقواعد المنظمة لأحاديث دارت بين السادة المحامين في الواقع العملي بالقدر الذي يحقق الغايات والمقاصد التي نسعى إليها جميعا، وحسر حديث الفاتورة الإلكترونية عن كثرة اللغط في الحديث وبيان بالفعل أوجه التطبيق من عدمه وما يمكن أن يتعلق بالسادة المحامين في هذا الشأن. انتهى الاجتماع بعد الحوار والمناقشات والطرح وسماع أحاديث وأقوال كافة السادة الحضور من نقباء الفرعيين وأعضاء مجلس النقابة العامة، ثم تالى النقيب العام وشرح كل ما قام به من جهد في هذا الشأن مع اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب ولقاءاته المتعددة مع السيد الدكتور وزير المالية والتي خلص من خلالها إلى تحقيق أهداف محققة معينة. هذه الأهداف كنا نصب إليها جميعا بالفعل وتحقق غايات، هذه الغايات والقاعدة تقول ما لا يدرك كله لا يدرك كله، تحقق في حديث الفاتورة الإلكترونية الكم الأعظم من الفوائد التي تعود على المحامين وتحسر عنهم حديث التسجيل العشوائي أو ما يسير اللغط في الواقع العملي بين المحامين. أول هذه المسائل على الإطلاق الاتفاق أو مع السيد وزير المالية ما بين النقيب العام والأستاذ وزير المالية والبيان الذي صيغ ما بين اللجنة المشكلة من النقابة العامة ولجنة وزارة مصلحة الضرائب ووزارة المالية إلى الآتي: أولاً، المحامون المشتغلون مع أفراد غير ملزمين بالتسجيل في الفاتورة وموعد 30/4 غير ملزم للسادة المحامين في التسجيل، بمعنى أن كل محامي يتعامل مع أحد الناس في شأن من الشؤون التي تتعلق بالعمل الضريبي غير ملزم بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، وبمعنى أن حلول 30/4 وهو بعد يومين لن يكون له أي أثر علي، لا أثر تهديدي ولا أثر تخويفي ولا أثر تسجيلي ولا حد ولا ما شبه ذلك، بمعنى أن المحامي الذي يتعامل مع أحد الناس هذا لا أثر له في التسجيل بالنسبة للفاتورة الإلكترونية. 2، المحامون العاملون بالجهات الغير حكومية غير مطالبين بالتسجيل أيضا، بمعنى أن قد يكون هناك بعض المحامين الذين يعملون بالشركات في الإدارة القانونية لهذه الشركة أو بالبنوك في الإدارة القانونية لهذه البنوك، هؤلاء غير ملزمين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، لأنه حتى مع الوضع الوارد في قانون المحاماة أن العلاقة التي تربط المحامي بالإدارة القانونية بجهة عمله هي علاقة وكالة، إلا أن علاقة العمل هي أغلب، وبالتالي غير مطالب المحامي الذي يعمل بإدارة قانونية من أي من هذه الجهات بالالتزام بتقديم التسجيل في الفاتورة الإلكترونية. 3، المكاتب التي سجلت بإرادتها في نظام الفاتورة الإلكترونية، المحامون المعاملون بهذه المكاتب غير ملزمين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، بمعنى أيضا أن كل مكتب فيه عدد من المحامين، هذا العدد من المحامين الذي يعمل في المكتب غير ملزم بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية ولو كان صاحب المكتب ذاته ملزم بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية. 4، الفئات الواردة بالمادة 9 من قانون المحاماة وهم العاملون على نحو ما تحدثنا بشركات المساهمة في الإدارات القانونية وفي كافة القطاعات القانونية بهذه الجهات غير ملزمين أيضا بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية. 5، حال قيام المحامي بإنشاء أو تسجيل شركة أو التعامل مع على شركة في شأن القيام بأي إجراء من الإجراءات المتعلقة بهذه الشركة لا يعني ذلك بحال من الأحوال أن يسجل في نظام الفاتورة الإلكترونية سواء ذاتيا أو بإرادته، نظرا لأن العمل يقوم به كأعمال أحد الأفراد وإن كان عملا فرديا يؤدى لإحدى هذه الشركات. 6، نقطة تنوه
اللجنة المشكلة في هذا الغرض في شأن الفاتورة الإلكترونية أنها في اجتماع دائم ومتواصل غير مقيدة بتاريخ 30/4، بل مستمرة في هذا العمل لحل وحسم كافة المشكلات الضريبية التي تتعلق بالسادة المحامين على اختلاف مسمياتها وأنواعها أيا كانت هذه المشكلات، حتى يتم وضع التصور النهائي. والغاية من التصور النهائي حسبما طرح النقيب العام في اللقاء وحسبما أفصح وقال أنه يسعى مع السيد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب إلى أن يجعل حديث الفاتورة الإلكترونية أيضا كحديث الضريبة القيمة المضافة عبارة عن قيم مقطوعة تفرض على السادة المحامين. هذه القيم المقطوعة تسدد للفئات جزئي ابتدائي استئناف نقض حدث ولا حرج في هذه المسائل، بحيث لا يصبح المحامي حالئذ بعد ذلك بعدما يسدد الضريبة القطعية على هذا النحو لا يصبح غير ملزم بالتسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية. 7، حال تجاوز أي من موظفي أي إدارة من الإدارات الضرائب، قد يحدث ذلك لأن القانون نفسه قانون 206/2020 وتعديله قد وضع في بعض النصوص أن لموظف الإدارة الضرائب له حق الضبطية وله حق أنه يتردد على مكاتب المحامين أو نحو ذلك. هذا الكلام النقيب قطع فيه بقول جازم قاطع، هذا أمر مرفوض. وإذا أي موظف من موظفي أي إدارة من إدارات الضرائب توجه إلى محامي بمثل هذه الكيفية، على المحامي أن يخطر النقابة الفرعية الواقع في دائرتها مكتبه، والنقابة الفرعية بالتواصل مع النقابة العامة ستقوم بحل هذا الأمر من أساسه وينتهي إلى غير رجعة بمشيئة الله. 2، تشكيل لجنة من النقابة العامة والنقباء الفرعيين لبحث المسائل الآتية: 1، المسائل المثارة بشأن الرسوم القضائية التي تفرض بالمخالفة للقانون، نظرا أن حضراتكم تعلموا علم اليقين أن الرسوم لا تفرض إلا بقانون ولا تفرض لا بتعليمات ولا بلوائح ولا نحو ذلك، بينما ما يجري الآن في المحاكم سواء في محاكم قضائية أو في النيابات ومكتب النائب العام يخرج مثل هذه الرسوم وتفرض من خلال النيابات المختلفة سواء في شهادات سواء في كذا سواء في كذا. هذا الكلام تشكلت لجنة بالاتفاق ما بين النقيب العام أيضا وما بين السيد وزير العدل من أجل أن تتولى هذه اللجنة وضع الضوابط من أجل حصر كافة هذه الصور التي تجري بها فرض ما يسمى بالرسوم، وهي ليست رسوم، هي تسمية على خلاف الحقيقة، لأنه كما قلنا الرسوم لا تفرض إلا بالقانون، حتى يتم حصر هذه المسألة تماما ويصبح ما يفرض من الرسوم بقانون أو ما يفرض على كمصروفات، والمصروفات تختلف عن الرسوم في الفرض وفي الطرح، ويكون لك الحق في أن تسددها أو لا تسددها وأنت تحصل على الخدمة. 2، تشكيل لجنة لدراسة زيادة فئات المعاش في ضوء تقرير الخبيرين الاكتواريين، وذلك للوصول إلى أعلى قيمة ممكنة لرفع المعاش بالنسبة للسادة المحامين. تحدث النقيب وأفاض فأنه يجري أو تجري الدراسات منذ فترة من أجل الوصول بقيمة المعاش لأعلى مستوى ممكن في ظل الظروف الاقتصادية التي تحياها البلاد وقلة ذات اليد كثيرا عند من يحال إلى المعاش، وقد يكون المعاش غير كافي سواء له أو للمستحقين عنه من أجل أن يحيوا حياة كريمة. لذلك النقابة العامة كلفت خبيرين اكتواريين لوضع الأسس والدراسات والضوابط التي تكفل وضع التصور الأكمل والأمثل من أجل زيادة المعاشات المقررة في هذه الصورة وفقا لما تنتهي إليه لجنة الخبيرين الاكتواريين. 3، تشكيل لجنة لدراسة تمويل صندوق الأمراض المزمنة، والأمراض السرطانية والكبد والقلب والمفتوح ونحو ذلك، وأي أمراض أخرى قد تعد في هذا السياق من الأمراض التي تقتضي الدعم النقابي. هذه اللجنة ستضيف إلى ما هو مقرر الآن من رعاية ودعم صحي من قبل النقابة العامة بما توفره من موارد تضيف إلى هذا الصندوق بعدا آخر في كيفية منح هؤلاء المرضى بما يتوافق مع احتياجاتهم المرضية. ونحن نعلم جميعا أن الاحتياجات المرضية تفرض على الإنسان، والمرض من عند الله سبحانه وتعالى. أخيرا،
انتهى الاجتماع، انتهى الاجتماع إلى إصدار توصية شاملة. هذه التوصية الشاملة مؤداها أن النقابة العامة والنقابات الفرعية يهيب بالسادة الزملاء المحامين بالجمعيات العمومية مراعاة هذه الظروف التي نحياها جميعا، وأن الجهد المبذول الآن من قبل النقيب العام ومجلس النقابة العامة الآن فرض عليه عن مسائل لم تطرح عليه الآن، وإنما طرحت من عدة سنوات قبل أن يولى النقيب الأستاذ عبد الحليم علام، وبالتالي أيضا نهيب بالجمعيات العمومية تقديم الدعم الكامل في ضوء هذه الأمور ومراجعة كل نقابة فرعية في أمر أي في أي أمر يقتضي الإقساط، يقتضي المراجعة حتى يمكن وضع هذا الأمر في صورته الصحيحة في ضوء المناقشات التي تدور ما بين النقابة العامة وما بين النقابات الفرعية. على هذه ذلك استكمل بقى نقيب استكمل على هذه ذلك، فإن الجمعيات العمومية أيضا في النقابات الفرعية، الجمعية العمومية في النقابة الفرعية كل نقابات، وبالتالي يكون الأمر يسير في ركاب سديدة إلى أن نصل إلى ما نريد وما يحقق صالح مهنة المحاماة ومهنة المحامين. فضلاً.